المشكل اللي عندي ديال خويا الاخ خويا ما نهار واحد النهار بلغونا بالخبر ديالو في الفيسبوك قالوا ان لا وانا راجعون. من ديك الساعه وانا تنقلب عليه وانا تنسقسي عليه وانا تنبري عليه حتى نتيجه ما وصلتها والو حتى حاجه ما وصلتها لحد الان. دابا تنقلب تنسول تنبري حد الان باقا تنصور نعطي الناس التصاور ديالو نعطيهم التليفون زعما نقول لك كان شي بلاصه بعيده ولا هادي ولا هادي ساعه ما كاين حتى حاجه الكذوب اللي تيعيط لك تيكذب عليك صافي. بالنسبه لخوك راه معروف معروف خويا في الحي محمدي خويا ولد الحي ومعروف في الحي انا بنت الحي ومعروفه في الحي محمدي ما كاينش اللي تقول لي عبد السلام وما كاينش اللي عارفه. ويني هاد السيد انا بغيت نعرف هاد السيد تختابه قالوا مات واش اللي ميت غيديروا لامور غادي تكلب به لامور المخزن غيتكلب به كاين شي حاجه ما كان خير من المخزن. شنو كان عايش في الزنقه؟ هو كان سبابه الحشيش هو خويا كان خدام سنق تجاريه هيا هنايا حدا البطوار هيا اللي قلتي لي سنق تجاريه معروفه كان خدام تماكي هو من ديك الساعه هو تيكمل الحشيش تبرينا منه نهينا على الحشيش ما خلينا ما درنا ليه الحشيش تنقول اخويا هادشي اللي غادي يبيع راه غادي يوصل لك الهلاك والهضره اللي قلنا هي اللي كاينه صحيحه الهلاك هو من ديك الساعه دار لي راسو دينا المير بلاروس عند الدكتور الزموري خرج لي الدواء عند الدكتور الزموري بنورس خرج لي الدواء بقى متبع معاه حتى ولا السيد برا شويه من بعد تبرى منه الدكتور قدامي قال لي شوف الا رجعتي للحشيش راه عقلك غادي يصافي ونص المشكل كتب لي ورقه في السعاده يمشي لي واخد الدواء قال لي غتبع الدواء تقام كل مره تشرب الدواء المخ ديالك يصفى هو الزير ما بقاش متبع الدواء رجع للحشيش صافي تخرج هو في عقله صافي ما بقاش يركز صافي ولا ديع ولا ملي كنا في الدار تيجي وتيمشي تيجي وتيمشي صافي تا ولا تا الصنداله ما تيلبس في رجله شحال من خطره نزلت ليه الصنداله شحال من خطره نزلت ليه الحوايج هنا تنبغي نعطيهم لي تيلوحهم عليا وتيهرب ودابا هاد الناس اللي تيقولوا لك حقات خليتو عليه ولا علاش تسولوا يلا بديتوا تسولوا عليه حنا خويا راه كنا نسولوا عليه شحال هادي شحال من عام ماشي هاد العام راه شحال من عام سنين وحنا نسولوا عليه وحنا نقلبوا عليه ويني السيد تدار في عقله ما تيدور عليه العقل ديالو عقله تيدور عليه ما تيبقاش مسكين مركز هادشي اللي تنطلبوا من هاد ولاد الحي وهذا اللي لاحو واللي قال لك ان الله وانا راجعون تنطلبوا من الله وعطينا معلومه عليه لا كان ميت يقول لنا الصراحه ديالو هنا بلاصه الوالده ديالك والوالده ديالي ساقت الخبر الوالده ديالو عندها 84 عندها 88 عام الوالده ديالو ما تتنوض مسكين الدروج ما تقدرش تهود معاهم انا اللي تنقلب عليه انا اللي تنسول عليه وتنبري عليه وما خليت من قلبت عليه تخبار ما لقيتها ومرت كذبت عليك مرت والله حتى مرت اللي حاليا تنتفكروا تيدور ليا راسي تنقول هاد السيد اشنو المصير ديالو اشنو واقع ليه واشنو مازال ملي كان مريض وكان تيديع راه كنتي تشوفو كنتي بعدا تراقبو تشوفو وتيدوز من حداك تتقول لي بعدا راه باقا السيد حي دابا ما عرفنا حي ما عرفنا ميت ما عرفنا حي وهاد الناس اللي بلغوا بهاد الخبر كي شافي دابا ما بقيتيش شفتي شهر دابا شهر دابا طالع في شهر دابا ما حسو مقطوع حيت هو ما تيغيبش على الحي ما تيغيبش عليه هو بلاصتو دير مولاي يشري دوك يجيوك شي شوكوك ملي كاع ما لقيتيه هاد الشهر هذا ما غنقول لك انا ما لحد الان ما عرفتوش مية واش هاد السيد اللي هاي التصويره اللي لحين وهي واش هادي فيها حاله الموت واللي ميت يعطيك هذاك الاخبار ديالو ميت هذا راه حي واش اللي حي اللي ميت غيصوروه هكاك حي واللي اللي عارف واحد السيد مات وكاتب عليه ان الله وانا راجعون يقول لنا ودائيا لنا راجعون وهاكو بغيت واحد السيد
تلقاو وتعطينا معلومات عليه. هادشي اللي تنطلب من هاد السيد، هاد السيد علينا هاد الحاله، انا زعما ما غاديش ندعي عليه لا عليه لا على راسو. انا خليت لي الله، خليت لي الله هو اللي غادي، هو اللي غادي يدير. دمركم انتوما؟ دمرنا كنا، دمرني انا ودمر امو، راه حشومه عليه وعيب عليه، حرام عليه. وحد دين انا تنقول لها لا كذبتي هذا الكذب كباري، راه ما نسمح لك حتى الغدا امام الله وغادي نتخلط انا وياك. شي رساله لي اللي كان كيشوف في دماغي وتنطلب من هذا السيد، لا كنتي تسمعني وكنتي زعما تصنتي لهذا الفيديو، الله يجازيك بخير. باقي الان تنترجاك، انا تنترجاك، تنقول لك اعطيني معلومه على خويا، ولا ما بغى كاع تبين وجهك ما تبينش وجهك، اعطيني معلومه عليه. هنا بلاصه ميت وهنا بلاصه كاين، ولا شي بلاصه انايا ما غنقول لك تلبت اخويا، تلبت والله تتلبت العصب طلع. تواصلوا مع السيد تيقول لي شي ميزه؟ وما كاينش، لا اللي تنتواصلوا مع شي واحد يقول لك انا تنباتي جوج في التليفون. ما لقيتوش؟ ما لقيناش راس الخيط، راس الخيط ما لقيناه. السلطات مشيت للكوميسيري ديال ديور الامان، مشيت للكوميسيري ديال درب السعد، مشيت قالوا لي راه مات في هذا زيت تيقولوا حدا البلاصه ديال دير مولاي الشريف درب السعد سوسيكا. مشينا قلبت تماك، سولت كاع ديك مالين الحومه تم، قال لك اودي السيد ما عمر ما مات شي واحد هنايا، قال لك ضربوا طوبيس ديال المقاطعه 12. شنو كيقول لك هاد الاخبار؟ في الفيسبوك. داول الفيسبوك؟ اه في الفيسبوك تيقول هاد الاخبار. وسيد ولاد دير مولاي الشريف كلهم تيقول لك السيد راه مات، والسيد هذا اللي مات اعطوني معلومه عليه. هاد الشيء تنطلب من هاد الناس، انا ما تنطلب منهم والو. لا هو ضربوا طوبيس، لا هو ضربوا شي واحد، لا هو مخبين هاد القضيه، ما الله اعلم. ما انا من حد الان ما غنتهم حتى واحد. تنطلب من الله وهاد الناس لا ما يرحموني يشوفوهم بحالنا، هاد الشيء اللي تنطلب الله. ها عييت وانا تعصب دابا وربي اللي عالم، والله راه الله اللي عالم. ملي تندير هاد الاخبار راه ربي تي راسي تيدوخ عليا، راسي تيدوخ عليا والله اللي تيعلم.